والآن نفتح الورقة التي نخصصها للحرائق، واليوم نتوقف عند الحرائق التي يمكن أن يتسبب فيها سخان الماء بالغاز، تحديدا تلك السخانات التي لا تراعي هنا شرط الجودة أو السلامة. أبسط قاعدة ألا يوضع السخان في غرفة مغلقة، وأن يراقب على الأقل مرة في السنة. من مراكش نذهب عزيزي وخالد من قدور. سخانات الماء بالغاز قد تتسبب أحيانا في تسممات أو اختناقات أو وفاة في أسوأ الأحوال. قصدنا المختصين في المجال لنقترب أكثر من شروط السلامة في التركيب واحتياطات الاستعمال. النصيحة ألا توضع السخانات في المطبخ أو قاعة الاستحمام أو غرف مغلقة، وأن تراقب بشكل منتظم. الشوفو لا بتي تركبو بحال دابا نتشوات في الطرق سكتات تشوف ليه البلاصة فين بيركب الشوفو. شي بلاصه تكون مهويه ما يكونش في الكوزينه. من العام بنادم يمشي يدي شوفوا البلومبي عيط ليه يدير ليه ديك الميراج يشوف الحاجه اللي خاسره فيه يقادها ليه. الاحتياطات اللي يكون يرد منها الناس الانسان البال هو اذا كان الدخان، اذا كانت العافيه حمراء، اذا كان شم ريح ديال الفويت ديال الغاز، شوفوا ديال التقني اللي تيصاوبوا. في السنة الماضية سجل مستشفى ابن طفيل 30 حالة إصابة بالتسممات الناتجة عن سخانات الماء الغازية، منها حالتين جماعيتين. طب المستعجلات يقول بضرورة الاستشارة عند ملاحظة أي أعراض غير طبيعية. أعراض غير طبيعية كغثيان، كتقيؤ، إنسان تحس بالقد نبضات ماشي هي، يعني خصو يغادر هذاك المكان ويفتح النوافذ ويهوي المكان اللي متواجد فيه بطبيعه الحال بسرعه، ويمشي في اقرب وقت المصلحه ديال المستعجلات. علاجات التسممات الغازيه تختلف باختلاف نوع الاعراض، لكنها تتوحد حول مد الجسم بالاكسجين. هذه كديرها مثلا في هذا البيت. الاكسجين الا كان الانسان يعني واعي وعنده تنفس طبيعي كنقدروا نديروا له الاكسجين وكيتنفس بوحده. إلا كان الإنسان في غيبوبة ما عاقل شيء كنلجؤوا للتنفس الاصطناعي. في الحالات المستعصية تضاعف كميات الأكسجين بشكل كبير، وقد يتم اللجوء للاستشفاء بالعناية المركزة. إذن فلننحو جميعا نحو الوقاية لأنها دائما خير من العلاج.